صباح الخير ليكم والسلام عليكم. كل واحد فوقاش غادي يشوف لا فيديو. كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير، واحوالكم واموركم طيبه وما ناقصكم خير ان شاء الله. اليوم فيديو جديد غادي نشارك معكم الروتين ديالي كيف ما تعودتوا ليا. هذا هو الهدف من القناه، اننا نتبادلوا الافكار ونتبادلوا هكا يعني بعض الافكار تفيدوني بها وانا كذلك نفيدكم بها، بالنسبه للبنات المبتدئات، بالنسبه هكا الناس. كل واحد والطريقه ديال الشغل ديالو، كل واحد وكيفاش كينظم وقته. وكانوا جاوني بزاف ديال الاسئله كيفاش كنظم وقتي مع الخدمه ومع بناتي ومع الدار. شوفوا البنات، انا ما كنقول لكمش بانني انا يعني مثاليه، انا بحال اي وحده. انا في الصيف كنصبح ناعسه معطله، ولكن في القرايه كنظم وقتي، يعني كنفيق بكري تقريبا، كنصلي الفجر وكنوض الا كان عندي هكا شي شغل ولا شي حاجه راني ما كنعاودش نرجع للناس. ولكن الا كانت عندي هكا شي حاجه اللي خفيفه، مثلا ما عنديش العجينه ولا ما عنديش مثلا شي حاجه اللي غادي نديرها كثيره، راني تقريبا 7 ولا 8 كنفيق. صافي ملي كندير بنات المدرسه صافي كنبدا شغلي، يعني كدير داك 11 ل 11 ونص كتلقاوني ساليت شغلي كامل، يعني كتبقى لي العشيه كافي انني ندير فيها بزاف ديال الحوايج، انني نخرج، انني ندير بزاف ديال الحوايج. يعني هذا هو السر ديال يعني تنظيم الوقت، هو اساس اي حاجه، سواء كنتي ربات بيت سواء كنتي خدامه. يعني غير حاولي انك تنسي بكري وانك تفيقي بكري. فاليوم فقت كما قلت لكم بكري، درت شويه ديال المخمر، درت تقريبا الفورس كتر من الزرع، جوج زليف ديال الفورس، واحد زلافه ديال الفينو، شويه ديال الخميره معجونه، معلقه ديال الملح وسنيده. كنهجنو مزيان، من بعد كنبوضو كنخليه يرتاح وكنديرو. راكم شفتو الطريقه، كنطوي على 4، من بعد كنطوي على 2، كنفرقو بالزبده والزيت والسميده. والطريقه ديال الطياب ديالو كنطيبو من هذه الجهه، ما كنخليهش حتى كيطيب مزيان، وكنعاود نقلبو. ملي كيطيب كما كتشوفوا راني كنفرقو، راه كيجي مورق، وراني ديجا مشاركاه معكم، يعني ماشي مره ماشي جوج. صافي المهم فطرت البنات وديتهم باش يقراو، وهنا جيت باش غادي ندير الغدا. هنايا غادي نشارك معكم الطريقه ديال الدنجال محمد مكناسي على حقها وطريقها. هنايا خديت داك الدنجال الصغير فرقته هكا، ما فرقتوش حتى لحد، فرقته غير هكا على 4. وهنايا كما قلت لكم راني كنفيق بكري وكندير هنا وهنا، راني جنت العجينه وخليتها خليتها كتطلق، ومن بعد غادي ندير الغدا. كما قلت لكم راه كان يعني كنحاول انني نفيق بكري باش كنظم وقتي وباش كتمشي لي، يعني باش كيمشي لي النهار هو هذاك. هنايا بغيت نشارك معكم البنات الطريقه ديال الملوخيه، باش كان يعني الصراحه ما كنتش كنعرف بان الملوخيه كتكون رجوله. اول مره قالت لي ماما خذي الملوخيه الصغيره، يعني داك الملوخيه اللي كتكون طريه. حتى الملوخيه انا ما كنتش كنعرف واش الصغيره هي اللي كتكون طريه ولا كبيره. المهم خديت هذه الملوخيه، هذه خديتها بزايد، غادي نحيد لها داك داك النباتي ديالها، وغادي نغسلها مزيان مزيان، وغادي ندير لها في الماء اللي كيكون غليان. بعد غادي نوريكم الطريقه، المهم غير تبعوا معايا. وغادي ندير معها القريعه في هاد الطواجين. بالنسبه لهاد الطاجين البنات، انا دائما كنشري الطاجين وكيتشق ليا، وكنضطر انني نرميه ونعاود نشري واحد اخر. فغادي نشارك معكم واحد الحيله البنات غزاله، راني ديجا شاركتها معكم شحال هذه في القناه. كاين بزاف ديال الطرق، يا اما كديروا البياض، درت بزاف ديال الطرق، ولكن هاد الطريقه هذه ديال التمر غزاله البنات، غادي ترحموني عليها. يعني ماشي دغيا غير تشقق الطاجين غادي نرميو، لان الطاجين كيتشقق يا اما كديروا له الماء بارد، يعني كتمرقوه بالماء بارد، اولا كديروا في البوطاجين تيكون بارد. فانا غادي ناخذ التمر، داك التمر اللي تيكون هكا معجون شويه. صافي وغادي ندوزو على داك الشقه، كما كتشوفوا داك التمر بحال اللي كيجبر داك الشقه. من بعد غادي نديرو في الفران اللي تيكون سخون، يعني فاش غادي نخبز الخبز غادي نديرو في الفران اللي تيكون سخون، يعني حتى غادي نطفيه غادي ندخلو لداخل. انا غادي نخلي غير شي شويه الماء تخمر لي العجينه، غنديرو هكا في الشريجم على ما كتيبس عليه داك التمر. نعاود عاوتاني نعاود ندير له الكوش الثاني كما قلت لكم بهذه الطريقه. والله القسم البنات الا مازال كنخدم هذا الطاجين واخا مشقوق، انا كما قلت لكم ديما انا اصلا تنستعمل الطاجين بزاف، سواء تندير فيه الحوت ولا تندير فيه هكا اللحم ولا الدجاج، يعني كنستعملو بزاف كيعجبني. فديما تيتشقق ليا وما كنتش عارفه السبب، ولكن بقى انا كل مره فيما يتشقق رمي، فقلت غندير هذه الطريقه هذه، غادي نجربها لقيتها في اليوتيوب وقلت نشاركها معكم. ولكن بصح البنات الا بصح زعما صدقات ليا مزيانه. صافي في الوقت اللي الطاجين ديالي كي
يشرب ليا داك التمرين اللي كيتجبر عليه. حنا غادي نمشي نصب واحد شويه ديال اللحم في الكوكوط على ما يتقاد ليا الطاجين. درت ليا هكا شويه ديال اللحم، درت بزيله، درت واحد مطيشه، القزبر والمعدنوس، الثومه، البزاز، سكينجبير، الخرقوم، زويته بالديو، زويته مرومية، وخليته هكا كيطيب. هنا كما شفتوا راه الدنجل ديالي راه تسلق ليا. غادي ندير له شرموله، القزبر والمعدنوس، الهريسه، الملح، الكمون، الشاونيه، واحد مطيشه ديال الحك معلقه، والثومه. غادي ندير على هذا الشيء زويته بلديه، وغادي ندير عليه الخل اولا الحامض، وغادي نخليه كيتقلى مزيان يعني كتدخل داك الشرموله في داك مطيشه. ديروا البنات مطيشه ديال الحك كتخلي يعني داك الشرموله كتجي ملبيه. كاين اللي كيدير غير شرموله بوحدها والخل اولا الحامض، ولكن فاش كدار مطيشه ديال الحك كيجي زوين. صافي غادي ناخذ داك الدنجيل ديالي، وغادي نحاول اني نعمر الداخل ديالو هكا مزيان بداك الشرموله. ودائما الشرموله انا معروفه بالحال تندير الحاجه حاره، كل ما كانت الحاجه حاره صراحه كتجي زوينه. صافي غادي نعمرو مزيان هكا من الداخل ومن برا. صافي وغادي نعاود نردو البوطه باش يتشحر ليا وباش نحطو سخون. صافي من جهه اخرى كما قلت لكم الطريقه ديال التخزين اولا ديال باش نكونجيليو الملوخيه. صراحه كتعمقني الملوخيه، ولكن هكا في الوقيته ديال البرد اولا في الوقيته اللي ما كتكونش كتشهى وتنقول هكا كانت عندي، ولكن ما كنتش عارفه الطريقه ديالها. انا خديت الملوخيه سلقتها غير طلعت فيها الغليه، من بعد صفيتها ودرت لها الماء بارد من الثلاجة يعني باش كتحافظ على اللون ديالها، وباش كتجي فاش كطيبيها كتجي طرية. اولا يمكن لكم تغسلوها مزيان وتحطوها هكا في الكونجيلاتور. انا لقيت بانها الطريقة احسن، يعني كتطلع فيها الغلية ومن بعد كتزيدو عليها الماء بارد. غادي نخليها تتنشف مزيان، ومن بعد غادي نديرها في البلاستيكات ونديرها في الكونجيلاتور. صافي هنا هاد الغدا ديالي راه طاب. صافي غادي ندير كما قلت لكم هذيك الملوخيه راني مسحتها مزيان من داك الماء اللي فيها، وغادي نديرها في الكونجيلاتور. هنايا راني طيبت الطاجين، صراحه راني ما شاركتوش معكم، درتو هنايا على داك المقله ديال الخبز وعمرت له داك الماء. هذيك البلاصه البنات كنعمروا فيها الماء، فاش كيتسالى داك الماء هنا كتعرفوا بان الطاجين صافي راه طاب. صافي هنايا درت قريعه سلويه ودرت الملوخيه ودرت هكا دوائر ديال المطيشه. المهم درت كويس فيها عاوتاني العطريه ودرتها من الفوق. المهم هاد الطاجين هذا راني حتى هو ديجا مشاركاه معكم، ما تنبغيش الصراحه الاعاده والتكرار. راه كلشي كيعرف الطريقه ديال الطاجين. كما قلت لكم راني درته في داك المقله وراه ما سالت ليا حتى لقطه من داك المراقي، يعني راه تجبر مزيان. غنجربوا هاد الطريقه. صافي مور الغداء البنات غادي نشارك معكم لوغوتي. يعني كما قلت لكم انا كنحاول انني نشارك معكم اي حاجه اللي تستاهل انني نشاركها معكم، ماشي غير التفاهه وها انا درتها انا صبنت وانا. راه كلشي كيعرف الشغل ديالو. هي يعني الروتينات كيكونوا محفزين انك تنوضي تنتي وتخملي، ولكن راه كل وحده كتعرف شغالتها وكل وحده كتعرف ركانيها وكلشي. يعني كنبغيها كنتقاسم معكم الحاجه اللي زعما هكا ما تعرفوهاش ولا تكونوا كتعرفوها ولكن بطريقه واحده اخرى. صافي هنايا غادي ندير حريشه، هنايا غويته غادي دير الكريب غادي تشاركوا معكم. بالنسبه للحرشه البنات خديت هنايا واحد الكميه ديال السميده، درت معلقه ديال الملحه ومعلقه ديال السنيده، واحد شويه ديال الخميره اولا خماره، وزويته ما ديروا لها الزيت بزاف، وكنبسوا داك السميده مزيان. بعد كناخذ المقله، هذيك المقله راه الصراحه كتحمقني، داك المقله ديال المخاليه البنات راه ما تعايرونيش تقولوا لي ديما داك المقله كنخبز فيها الملوي، كندير فيها الحرشه، كنقلي فيها، كندير فيها زعلو، كندير فيها كلشي. عطيه غزاله مع المقله ديال طفل ما كتلصقش، واخا راه كحالته حالتها، واخا هكا كندور وكنرجع ليها. كندير فيها الحرشه ما كتلصقليش، كما قلت لكم تندير فيها كلشي، حتى البغرير اللي درتو فيها راه كيصدق ليا. المهم درت ميها، يمكن لكم ديروا الزيت الحليب، يمكن لكم ديروا الزبده، المهم كاين بزاف ديال الطرق ديال الحرشه. كل مره ان شاء الله غنشاركها معكم. صافي وغادي نديرها في المقيله كما كتشوفوا. راني خليت واحد شويه ديال السميده اللي كنت بسستها بالزيت، ما تكثروش البنات الزيت باش ما كتجيش داك الحرشه مدقسه وكتجي كضر في المعده. يعني ديروا الزيت غير شويه، تقريبا واحد ربع كاس، وبسوها مزيان. الا بغيتو تصدق لكم الحرشه بسو يعني كل يعني حبه ديال السميده تغلف بالزيت. والسر الثاني انكم ديروا شويه ديال اما الخميره معجونه اولا حبيبات اولا خماره، كتجيبها فتيه. اما هذيك اللي تتكون بلديه ما فيها لا خميره لا والو كتجي شي شويه الصراحه قاصحه. صافي غادي ندير داك الخليط ديال السميده وزيت اللي قلت لكم، ومن بعد غادي نبقى نديرها هكا بيدي باش كتدخل داك السميده، وغادي نقاد بالمعلقه. المهم كما قلت لكم انا غادي نشارك معكم الكوتي ديالي. يعني انا كنت صراحه غادي ندير غير حريشه، وطلبات تيغيتا قالت لي
قالت لي ديري ندير اماما الكريب. قلت لها ماشي مشكل شاركي ماشي مشكل. وكما قلت لكم انا كنحاول اني ندخل البنات معايا خصوصا بنتي الكبيره اللي خلي لكم وليداتكم، كنبغي انني ندخلها معايا الكوزينه وانني زعما كتغسل ليها كميانات كتعاونني، وكنبغي انها مره دير شي حاجه وميم طون كنحفزها وفي نفس الوقت كنخليها تتعلم. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما تشوفوا هذا الفيديو اليوم. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم كريب بالشوكولا. قولي لنا المقادير. المقادير غادي نحتاجوا 3 د البيضات، و الا كانوا كبار 2 بيضات، و فاني يمكن لكم ديروا قشر ليمونه ولا قشر حامضه، وهنايا 125 غرام ديال الطحين وقبيصه ديال الملح، وهنايا معلقه كبيره طحين ديجا مغربل، ضروري الطحين تغربل. وهنايا معلقه كبيره ديال الزبده ودوبسها في العافيه. الا ما كانتش الزبده ديروا 2 معالق ديال الزيت. اها شنو اخر؟ معلقه ديال السنيده، والسيترو ديال الحليب. غادي نديروا هاد العناصر كامله. خلاص الكريب راه معروف، غادي نديروا هاد العناصر كامله. راني ديجا حاطه لكم في القناه، ولكن دابا ديال غيتا غادي يجي احسن من ديالي ياك. صافي غادي ندير هادشي كامل في مولينكس، يعني غادي نديروا السيترو ديال الحليب. يلا حلي الحليب غيتا. صافي غادي نزيدو عليه داك 3 ديال البيضات. كما قالت لكم غيتا الا كانوا كبار ديروا 2 بيضات، هادو شي شويه صغار غادي دير 3. البيضه الاولى الثانيه. واش نتقول لك غيتا البيض قبل ما ديري؟ ضروري تغسلي البيض قبل ما ديري. المهم البنات دابا غادي نزيد ديك المعلقه ديال الزبده. انا دائما البنات كندير السوائل هما الاولين باش كيكون داكشي صافي. يلا دير قبيصه ديال الملح، ضروري قبيصه ديال الملح انا درتها. صافي يلا بلاتي ما ديريش هذاك، ديري فاني، دير معلقه سنيده. يلا هنا نخرج. كما قلت لكم غيتا كديروا فاني اولا كديروا قشور ديال الحامض اولا ديال الليمون اولا اي كبغيتو، بالفاني كيجي احسن. صافي غادي نديروا معلقه كبيره ديال السنيده اولا 2 معالق صغار. صافي دابا غادي نخلطوه في شويه. وغادي نبقاو نزيدو الطحين شويه بشويه. بغيتو تطحن عاد دير الطحن ماشي مشكل، ولكن الاحسن ديرو في موليليكس باش تطحن مزيان. المهم هي غادي دير الطحن وغادي تطحنو. ودابا من بعد ما درت الطحين ديالي حتى شوفوا البنات حتى كيولي منسجم على هكا المغرفه. هاي ماما الحشه تيولي هذاك ما مسائل ما يعني كيولي خليط بحال خليط ديال البغرير هكا. صافي غادي نخليوه فشي زلافة أو فشي بانيو، وهي غادي ديرو هنايا كوبي هنايا. مازال ما تستحم مزيان. صافي ديرولو الفوي. ودابا نبقاو صافي غادي تحركو، غادي تخليه شي شوية على ما توجد المقيلة ديالو. صافي نتلاقاو مع الشكل ديال مع الطريقة ديال الطيب ديالو. صافي غيتا هنا لما تقاد غيتا الكريب ديالها الحرشه ديالها نتوما كتشوفوها غير من الجناب راه طابت. صافي غادي نقلبها. المهم الحرشه ديالي البنات هي طابت، حتى راه بالزربه كطيب. نتوما انا غادي نقسمها ليكم على ما توجد غيتا. هي نورمالمون غيتا راه الكريب كيتنكل بارد، يعني نتقهوى ولا بغيتي عاد ديك الساعه ديال الكريب زعما عاد ناكلوه. واخا حيت غادي يكون سخون غادي ندير عليه الشوكولا، غادي يكون سخون الشوكولا غادي يدوب. هانتوما البنات هي الحريشه كتجي غزاله، ما كتجيش مدقصه وما كتجيش زعما ما كتجيش معجنه من الداخل وما كتجيش مزيته. ما ديرولهاش الزيت بزاف، وضروري ديروا لها يا اما الخماره يا اما الخميره. انا كما قلت لكم تندير لها واحد الخماره، دابا ما عنديش درت لها على شويه ديال الخميره، وما هذا هو الشكل ديالها. صافي غادي ندير كويس داتاي، وغادي نستنى غيتا باش توجد معكم داك الكريب ديالها.
المهم انا شنو درت ثالثه غادي ناخذوا المقله ديال الطيفان انا المقله اللي ما كتلصقش المقله اللي كنديروا فيها البغرير وغادي نديرها هنايا ما دير انت لا زبده لا والو لا ولكن كيبقى داكشي اختياري بغيتو ديروا شويه الزبده وتخليوها تقلى وديروا البغرير باش تقلى دهنوا غير بالزبده الا كانت المقله كتلصق لكم المهم هي غادي تصايبوا غادي يطيبوا ومن بعد غادي ترجع معاك وهذا هو الشكل النهائي ديالو ملي كنساليو كنديرو في واحد الزويف هكا تكون نقي وكنخليوه حتى يبرد باش ما يكونش سخون كنديرو له داك الشكلاط يا اما الشوكولا يا اما الكريم باتيسيير يا اما لي فروي المهم نتوما شنو بغيتو دابا هي كدير هاد الشوكولا ديال ماروخه كديرو هنايا بغيتي ديري شويه ديال لوز ايفيلي ولا الكاوكا ولا المكسرات لداخل المهم كما قلت لكم اللي بغيتو المهم هي غادي توريكم الشكل راه كي درتي المقلوبه غير نورمالمون كديري هكا ديري هنايا واه دابا هاد المره وهادي علاش كليتي هاد العديضه هادي انتي فرا باش نبق الكيطير مخصو شي دوك صافي برافو عليك يمكن خاصو يتقلب خاصو يتقلب صافي يلا هكا المهم هي غادي تستمر في الدهن ديالهم كاملين تبارك الله عليك عويت الكبيده ديالي المهم غادي دهنهم كاملين ومن بعد غادي نرجع معكم في الطبق النهائي البنات حنا كاع ما درنا به الكوتي صافي غادي ندير غير شي سلطه وغادي ندير عصير وغادي ناكلوه في العشاء وصافي المهم البنات هذا هو الشيك النهائي ديال الكريب ديالنا اللي كيجي الصراحه روعه وانا رفقت مع هذا العصير هذا اللي كملي كملي ولا نعاود كملي ما فيه اللي كنديروا فيه البنان والتفاح والعسل الحر صراحه انا دائما كندير في العواصر العسل الحر حيت السكر العسل الحر كيكون احسن تقدري ما ديريش كاع لان البنان والتفاح اللي تيكون حلو ما ديريش المهم هذا هو الشكل ديالو انا مع البنان داكشي علاش المهم هذا هو الشكل ديالو راه درت معاه البنان كما قلت لكم شويه ديال المكسرات المهم نتوما ديروا اللي بغيتو انا صراحه ما غاديش نقد ناكلو دابا صافي درت هذيك الحرشه اللي درت معكم وغادي نشرب اتي هي ما بغاتش اتي غادي تاخذ العصيره صايباتو ليها ولاختها صافي هو نورمالمون الكريب كيبغي الثلاجه يعني كيبغي يتنكل بارد الصباح غادي ندير له سيلوفان وتا الصباح ان شاء الله غادي نفطروا به المهم كنتمنى ان الكريب ديال غيتي يكون عجبكم كما قلت لكم راني كنبغي نشجع بنتي سورتو الكبيره كنبغي ندخلها معايا الكوزينه ونشجعها هكا انها طيب انها تعاوني في المعنات تعاوني هكا في الشقه ديال الدار هادشي هذا بيان سيغ في العطله يعني ماشي ديما ولكن كنبغي ندخلها هكا مره معايا الكوزينه المهم انا غادي نمشي باش ندير الكوتي ونتلاقى معكم على شان ان شاء الله شكرا غويته المهم كما قلت لكم البنات راه كنا غادي زعما كنا غادي ناخذوا غير هذا الكريب هذا مع العصير وكنت غادي ندير شي سلطه ولا شي حاجه ولكن البنات ياك والو بغينا الكراتان حتى البنات فاش كتعلموا وليداتكم شي حاجه صراحه انا في البرد كندير غير الكوتي صافي وكنعسو حيت كيكون الليل قصير صافي كنعسو ولكن فاش كيكون هكا الليل طويل ضروري خاصني ندير العشاء فقلت هكا نشارك معكم هكا غير بعجاله بقديت بطاطا سلقتها بطاطا صراحه هاد الايام خايبه ما عرفتش بحال حلوه بحال ماشي هي هذيك صافي هنايا غادي ندير البيشاميل اللي فيه الزبده تقريبا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده معلقه كبيره ديال مايزينا اولا الطحين والملح والبزار صافي غادي اول حاجه غادي ناخذ داك بطاطا انا بناتي صراحه كيبغوها هكا كيبغوا بطاطا على شكل بوري انا كتعجبني هكا بطاطا طرونش اولا دوائر وكتعجبني ندير معها مثلا الجلبانه خيزو البروكولي ولا هذه يعني كيعجبني ديال الخضر احكي بزاف ديال الانواع دابا نشارك معكم ان شاء الله راني حاطه لكم في القناه دابا نشارك معكم هكا اقتراحات ديال العشاء بالكراتان سواء بالخضره اولا بالكفته اولا بالبط هنا بالنسبه للبيشاميل البنات الطريقه ديالي كناخذ تقريبا واحد معلقه كبيره ديال الزبده ومعلقه كبيره ديال المايزينا اولا جوج معالق عفوا وكناخذ نسيطرو ديال الحليب علاش كندير انا داك الزبده مع داك الطحين اولا مايزينا باش ما كيجينيش داك الطحين اخضر يعني كيجيني طايب كيجي محمر حتى المذاق ديال البيشاميل كيجي احسن كندير هنا نسيطرو ديال الحليب وكنبقى كنحرك مزيان حتى كيعقد ليا من بعد كنزيد شويه ديال الملح وشويه ديال البزار يمكن لكم ديروا الثومه بودره يمكن لكم ديروا اللي بغيتوا انا صراحه كتعجبني هكا الطريقه سامبل ديالو صافي كنبقى كنحرك حتى كيعقد من بعد غادي ندير داك البيشاميل على البطاطا كما قلت لكم هذا الكراتان ديال بناتي يعني راه هي نورمالمون كدير بطاطا يعني دوائر ولكن هما كيبغيوها بهذه الطريقه هذه
صافي. وغادي ندير شويه ديال الموتزاريلا وشويه ديال الفرماج حمر وغادي ندخلها الفرن. غادي طيب يعني ساهله غراتان، اسهل غراتان يمكن لكم توجدوها. صافي ملي كتخرج كنعاود ندير عليها الفرماج. صافي كان هذا هو الشكل ديالها. كنتمنى البنات من كل قلبي ان الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا شي حاجه. يعني حاولت انني نشارك معكم اقتراح ديال الفطور وديال الغداء وديال الكوتي. الى عجبكم الفيديو اكيد ديروا لي لايك وشي تعليق زوين وشجعوا غويتها هكا باش تشارك معكم بعض الوصفات. السلام عليكم.